والان معنا مفاجاه كبيره كبيره، حتى انا ما كنتش متوقعها. تهضروا قالوا لي فنان فكاهي كبير، ابناء معسكر منا، ما نقولوش راه في الغربه، راه في الجزائر، راه في وهرن 90 كيلو برك اوتوروت. الفنان هو هواري قارة، ولكن احنا عرفناه ب هواري زاوش. عطونا تصفيقه عليه يا هواري زاوش اللي تمتعنا كنا في التسعينات. انا نذكر بسكاتش قالت لك ما قالت لك ما اعطيني قالت لك ما اعطيني. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفكاهة الكبير تاعنا واللي حبيناه، ونتمنوا نتمنوا ان شاء الله ما يغيبش علينا هواري زاوش. أيوة. السلام عليكم يا جماعة، وصحة فطوركم، والله يجعل قبول إن شاء الله. 18 سنة ما حطيتش كراعي في معسكر، 14 صواري درتها من تما ما بنتش، لا غالب الشيرة يبان غير قدام هنا قعد. ومرحبا بكم ومسلمين مكتفين للولية، شرف سلسلة مجدود يا الميلود، والحكمة ورت من دالة، خلقوا الخصايم مجدود يا الميلود، وخيام البخلة ما يسقمو مايدة، كان رقبة في الهول والبارود يا الميلود، والجايح ديما النار باردة، خيل القراح للعنود يا الميلود، والعتيلة مع الطلقة ما يشي نايضة، كاي لي صايق لي الغيب عمود الميلود، والخصيص العقلي لا هدر واش من فايدة، أمر السجن حبيبها موجود يا الميلود، والجرحة تبع غير الصواردة، الشرف بين ما بين جدك وديدي، والخلاق لي كلها مرتبة، كاي لي بدل في المال يجيبو يدي، والفك مع الزمان يدور بحسابة، والخلطة كيف كانت لابد تعدي، كل مسألة هي ذاتها تجربة، كاين اللي بظهر نار وفي الحجر تقدي، والميمولي لا رقديك مصيبه، مليح مع الدوني ما هو صواب، واللي مخرف في عقله واش يجبر، الله يحمك يا عبد القادر خالدي في لقابي ود الحشم. كاين واحد الناس من يعرضوا اصحابنا عرس ولا عامه ولا وحده يدوا البورسات في جيوبهم، على يدو البورسات من يكملوا يردوا اللحم. اسي وعدك تدي من اللحم عندي كلب. صح. تارك تدي من اللحم عندي كلب. صح خويا حط اللحم يا ودي عندي كلب في غير وجهك. ولي يوضوك عرس ما يدو البورسات يدو اللحم ياكلوه. واحد النهار هذا دحو دار عرس الولده، قال له طيب قعد قدام الباب هنا وفتش لي يدخل، فتش بورصه قطعها بلا بورصة، بات بروبليم. قال اش غادي ندير؟ قال غادي ندير ربعة في المعدة وكل. كان واحد المعلم طماع، معلم في كلاسة طماع، نوض الأول قال هنوض تابوك شي يخدم. قال معلم أنا؟ واه. قال أبويا بانتر. قال الله يرحم بوه. قول بوه قول أبويا قال لك المدير المعلم بنت اللي غير كوزينة. صح. نوض انت تبوك شي يخدم. انا بويا يبيع ديسير جيب لي طلع عندك. نوض انت تبوك شي يخدم. انا بويا ماصو الله يرحم بوك يبلاصي لي غير بوطاجي الله يرحم بوك. نوض انت تريسيا لامبا كل واحد تاني قال نوض انت. قال انا شيخ واه نوض. قال تبوك شي يخدم. قال انا بوكسر. قال ريحني اهضر مع الاخر. واحد قال له مه اختي والله ما تديك كسرة. علاه هاك لعبو كذا ما تديش نعد ما كان ما تديش كسرة. علاه ما تديش يا وليدي انا امراه كبيرة ما نجمش. صح انا نتذكر نسرع اختك تدي الخوشة انت تديها انت. علاه انت نعد انت تديها ما علاه. قالها واحد راه يقرع لها في الكوشة وما يتخرج الكسرة ثاني يقرع لها. يا دامك يا انا هذا خوها منك ما عرفش بلي خوها قاعد واقف الدوزيام ايطاج وهذاك جا قاعد يقرع فيها
ما عرفناش بلي خويا. قال صاحبي واه انا معاك تاتا انا تا هو شكاين. قال له نقول صاحبي اللي درنا طعام صافا كاين فوكتر كانت المشطه انه خايف من السماء. جا فايت بن عمر عبد القادر حاضر مين عطاها له؟ كانت الماء قدام الباب نو طايحه تحت بريط عمرت ما عيط الفوكتر محمد عيط الفوكتر عيط له دار. قال نعم هاك اخويا طحت لي في الماء بدلها لي هاك. ايوا زوج شاع الناس كان يحوسوا على الخدمه والخدمه قليله والله يفرج علينا وعليكم جميع ان شاء الله. ناكلوا ناكلوا الخبزه كاع رانا ناكلوا والله من فضل الله كاع تاكلوا ان شاء الله كاع رانا ناكلوا والله لا ناكلوا لابسين ناكلوا لابسين معليش معليش. دخلوا الامير زوج شاع الناس قال اخويا ما مشي دخلوا الخدامه. قال نعم تفضلوا. قال اودي الخدمه ما كانش بصح الشواله غادي نعطيكم بالا وفاس بالا وفاس 400 درهم للميت تدفنوها ادو نتوما. وعلى بالك في النهار كاين الموتى بزاف كاين انسان يتزيد كاين اكسيدون كاين لي كار مقلوب تسمى 400 راه فايته. قادوا بالا وفاس وجمعوا عند الباب واحد ما ماتش الرب طحوا ما كانش نموت لي ولا ماشي كان دومين لا مجمعين فاتوا عليهم ناس زوج ناس كبار واحد 90 عام واحد 80 قال دحو مالك عندك عندك 400 فرايد ضايعه برا شو ضايعه ضايعه. ايوا هذه صرات عندنا حنايا شكتاغيا عندي عمي انا. ايوا كانوا تلزمون بكري تعقلوا يديروا قسما قران يصفى 12 يعني مزيج يساعد بومدي الله يرحمه بان خدام يرقد في هذاك الدوار كاين واحد عنده تلفزيون كان يزبط اولاده عند خوه روحوا تفرجوا. اي من روحوا تفرجوا يجوا يقول لهم يا سي بناتي سي هي ناش روحوا ترقدوا. اي جا قال ابويا قزان اخوك ياك لعبوا. ها والله جات مرتها قالت لها هاكي اشري جاب تلفزيون تعقلوا بكري كان اشا الخبار يعقلوا اشا اشرا قال يدار لونتان دار منا قاعد يتفرجوا. جوا 11 ونص طفا صاي داروا القران قسما صاي من بعد النش النش صاي طفا. قال دحو قال هو ابويا نوض راه عند عمك اللي عجبك يقول التلفزيون تاعك راه يلعب هيا راه عندها طبطب في الليل. شكون شكون حل عمي حل وليك يا جاي يتفرج عندها 12 ليل مالك شك شك بي شك. قال بالك اش مرض ولا اخويا مات ولا مرته ولا مالك. قال ابويا قال لك بويا تيزو تاعك راه يلعب يا ودي روح قول له بلي كمل ما مين ولا ما فهمات. قال روح قول بوك بلي كمل مين ولا. قال بويا تيزو كمل. قال اخ لا غير شرينا هذي مكمل. شكرا والسلام عليكم. شكرا للفنان تاعنا الفكاهي هو رزاوش. عطونا تحيه شابه خير من الاولى فوالا يستاهل.